بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألتنا النهاردة اسمها Apparent Recursion. طبعا لو حد فاكر معايا او متابع معايا هيعرف ان احنا الحمد لله خلصنا شيت 6 كده. احنا خلصنا 6 شتات و3 كونتستات، حلوين قوي لغاية دلوقتي، ما فيش اي مشكلة. ان شاء الله فاضل لنا 4 شتات، اخر حاجه شيت الريكيرجن، بعد كده الجنرال عندنا الجنرال ايزي والجنرال ميديوم والجنرال هارد، وكده اي سي بي سي اسيوت فينش. ده شيت كويس جدا، وانا شايفه ان اللي يحله كله ويفهمه كويس يفهمه ويفهم حلوله، يعني دي نقطه كويسه جدا معاك سواء هتقدم في مسابقات والكلام ده كله. فاضل بس انك انت تشوف الداتا ستراكشر والالجوريزم وتحل عليهم شويه مسائل والاس تي ال والكلام ده كله، وان شاء الله بعد كده باذن الله نقدر نغطي الكلام ده مع بعض. خلينا نكمل. اول حاجه في شيت 7 اهو، شيت 7 اول حاجه فيها اسمها برنت ريكيرجن. ريكيرجن باختصار بسيط انها ميثود بتكول نفسها. يعني ايه ميثود بتكول نفسها؟ لو انت انا بس هشرح لك يعني ايه ريكيرجن عشان برضه الموضوع يكون معاك تمام. انت عندك، لو عندك دي ميثود، الميثود اللي انت بتعملها فانكشن، تمام، بتقعد ايه تنادي نفسها اكتر من مره لغايه ما انت تقول لها ايه، لغايه ما انت تقول لها اقف في مكانك خلاص مش عاوزك تاني. اللي هو ازاي تاني؟ اللي هو ازاي يعني؟ انا مش فاهم برضه. هقول لك بص معايا، لو جيت هنا وقلت له هو عاوز مني في مساله ايه، في مساله بيقول لي هديك رقم تطبع لي فيه اي لاف ريكيرجن بنفس عدد الرقم ده، يعني مديك 3 اطبع لي اي لاف ريكيرجن 3 مرات، مديك 5 اطبعها لي 5 مرات، وهكذا. سهل، هروح قايل له هنا فويد، هقول له ايه برنت. دي فانكشن اسمها برنت بتاخد مني انت نم، تمام. بتعمل ايه؟ بتقول لي سي اوت، ايه سي اوت الجمله اللي هو عاوزها اهو، اند لاين. حلو، اي لاف ايه، اي لاف ريكيرجن، تمام. هقول له ايه ريتيرن، ريتيرن ايه، ريتيرن برنت اوف النم ناقص 1، تمام تمام في مشكلة؟ مفيش مشكلة طبعا، ما انتش فاهم، هقول لك دلوقتي احنا عملنا ايه. بص معايا هشرح لك هنا اهو بالتفصيل الممل. مش احنا عندنا الفانكشن اسمها void print بتاخد انت نم وبتطبع ديت وبتريتيرن برنت وتاخد النم دي ناقصها واحد؟ ايوه. مش فاهم برضه، هقول لك بص، انا لو خدت ديت اهي، تمام، خليني ايه قايل لك ان ديت اللي هي النم ايكوال ايه، ايكوال 3، تمام. فانا المفروض اول مره الفانكشن اهي النم بتلاتة، مفيش أي مشكلة. حلو، بعد كده مالكش دعوة باللي جوه الفانكشن دلوقتي، تعالى كده إيه نشوف الريتيرن. الريتيرن بتقول لك إيه؟ هرجع لك برنت أوف النم ناقص واحد، تمام. أنا هشيل النم ناقص واحد، هتبقى بكام؟ دي هتبقى باتنين، تمام. هروح أنادي البرنت ديت، تمام، هناديها تاني بس هبعت لها إيه؟ نم اتنين. فإذا المفروض دي هشيلها، دي المفروض هشيلها اهي، هشيلها خالص واحط ايه، واحط ديت اهو بدل الريتيرن ديت، بدل الريتيرن ديت اهي، انا هحط لك ايه قدامها شرطه كده، بدلها هحط ايه الفانكشن ديت بس النام هتكون باتنين. حلو، هاجي هنا هلاقي في ريتيرن ثانيه للبرنت، هروح ادي البرنت بس المره دي هبعت لها ايه، هبعت لها النام بواحد، النام بواحد. حلو، اذا هشيل ديت اهي، تمام، واحط ايه، واحط نفس الفانكشن بس هبعت النم بايه، ب1. حلو، مفيش اي مشكله. حاجه هنا ابعت ايه، هنا كده انا ايه كررتها 3 مرات، ادي مره 2 3، انا عاوز اقف بقى، تمام. المفروض المره الجايه هبعت البرنت بايه، المره الجايه هبعت البرنت بنم ناقص واحد،
تمام. النم بكام؟ بواحد. واحد ناقص واحد بزيرو. اذا دي المفروض هتبقى ايه؟ نم ايكوال زيرو. حلو، ركز بقى معايا، هشيل ديت واحط ايه؟ واحط ديت اهي. حلو خلاص، انا كده وصلت لزيرو، انا كده وصلت لزيرو. انا مش عاوز اكمل بقى خلاص، ما طبعتها ثلاث مرات، انا قعدت اعمل ريكيرجن ثلاث مرات زي ما انتم شايفين. هل دي ليها لازمه؟ لا. طب اعمل ايه بقى؟ هروح اعمل هنا اف. بص هعمل هنا اف، هقول له اف النم ايكوال ايكوال زيرو، هقول له ايه؟ هقول له ريتيرن. بس ريتيرن يعني ارجع لي. تمام؟ في مشكله؟ مفيش مشكله. وهنا هنا مش لازم ريتيرن، انت ممكن تعمل ايه؟ برنت نم ناقص واحد، لان الفانكشن دي مش بترجع حاجه، ديت برنت نم ناقص واحد. نرن كده مفيش اي مشكله. تعالوا كده، تعالوا كده نعمل هنا وليكن برنت ثلاثة مثلا. شايف اهي، I love recursion I love recursion I love recursion. طب لو انا عملت هنا return برضه مفيش اي مشكله. لو انت عملت هنا return يعني كده انت مش هترجع function، لا ده انت لسه هتروح تلاقي function ثانيه اهو. هروح run اهو، برضه مفيش اي مشكله اللي انت حابه. تاني واحد يقول لي مش فاهم، هقول لك كل الفكره. كل الفكره انك انت دي فانكشن بتاخد رقم، حلو، بتمشي عادي خالص. هل النم ايكوال ايكوال صفر؟ لا دي ثلاثه. حلو، هطبع دي مره واروح اريتيرن الفانكشن اللي سابرنت نفسها ثاني، بس هبعت ايه؟ النم بنم ناقص واحد اللي هي باثنين، فترجع ثاني تخش فيها، بس النم بكام؟ باثنين. حلو، هل النم ايكوال ايكوال زيرو؟ لا. خلاص اطبع ديت واعمل برنت ثاني، بس ايه؟ لنم ناقص واحد، 2 ناقص واحد خلاص بقت بواحد. تمام، هل الواحد، هل النم اللي هي الواحد ايكوال ايكوال زيرو؟ لا. خلاص هطبع دي تاني واعمل ايه؟ واخش تاني اقول له ريتيرن برنت نم ناقص واحد، يعني واحد ناقص واحد بزيرو. تمام، خشيت تاني، هل الزيرو ايكوال زيرو؟ ايوه. اذا مش هكمل خلاص هعمل ريتيرن فيرجع خلاص، ومش هكمل تاني ويطلع ايه؟ بره الفانكشن، الموضوع انتهى، ويبدا ايه؟ يكمل اللي عليه الدور. لو جيت هنا قلت له انت نم، قلت له سي ان نم، تمام، قلت له برنت نم، فيها مشكله؟ حرام، هقول له خمسه مثلا اه. شايف؟ طبعا خمس مرات، الموضوع ما فيهوش اي صعوبه خالص. وعملت لها، عملتها لك هنا اهو برضو بالكود، وقلت لك اشيل لك ديت واحط مكانها ايه، واشيل دي واحط مكانها ايه، لغايه ما وصلنا لحته معينه حطينا الكونديشن بتاعنا. لو وصلنا للنم ايكوال ايكوال زيرو ريتيرن ايه؟ اعمل ريتيرن بس. تمام؟ اظن مفيش اي ايه؟ مفيش اي مشكله. كنترول ايه؟ كنترول سي، وابدا اعمل ايه؟ وابدا اعمل سبمت. خلينا نعمل لوجن. تمام؟ اهو. بيعمل لوجن اهو. تمام، هعمل سبميت كود، هختار اول مساله كنترول في، نعمل سبميت ونشوف اكسبتد، مفيش اي مشكله وكله تمام 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الانستغرام تحت في الديسكريبشن. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.